عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. والله هاد التمارين الرياضية كتعمل قبل الفطور والصحة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للقناة المتميزة والصحفي البارز المعروف المشهور الغيور على هاد المدينة. طبيعة الحال هو شهر رمضان هو شهر العبادة. شهر الصيام، شهر التوبة، شهر المغفرة والعتق من النار. إذن الإنسان خصو يتجنب كثرة المقاهي والقيل والقال والمواضيع التافهة والمواضيع اللي بدل ما يستفد منها من حسنات ومن إضافة الأجر غادي يضيع هذه الفرصة هذه ديال هذا الشهر المعظم. إذن كنحاول نخلق واحد التوازن هو بين العبادة والصيام وتلاوة القرآن وصلاة الجماعة والتراويح إلى آخره والنوافل، ولجسدك عليك حقه. إذن هذه الوقيتة هي اللي كنصيب ديال ندير فيها الرياضة. حبدك كان في الصباح ولكن قبل المغرب واحد 10,000 خطوة عندي يومياً، لانه كتبعد علينا الخوف، كتبعد علينا ستريس، كتبعد علينا واحد العديد ديال المظاهر النفسيه والجسد ديالنا كنقويوه، وبذلك كنستغل هذه الفرصه هذه. بعد صلاه العصر كنجي اما من هذا الفضاء المتميز اللي هو مرقاله اللي هو نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى، او الغابه جهه الرميلات مديونه كذلك. تما كاينه واحد العديد ديال الاليات الرياضيه اللي دارتهم السلطات، وكاين الفضاء مريح. وشكرا جزيلا. حنايا مرقاله كنجيو ليله قبل الفطور يعني بنص ساعه كنحرقوا الدهون هنايا، يعني ديك اللي فيه السكر بزاف الاشياء هنايا، فهمتي؟ يعني كنجريو كنجيو نفطروا هنايا بلايص مزيانين، يعني بلاصه نقيه هذه، فهمتي؟ ويعني كنطلبوا منهم يعملوا لنا شي حاجه اخرى او يزيدوا لنا شي حاجات مزيانين هنايا، يعني زادوا لنا الطبالي الليين، يعني واعره الناس كتفطر على البحر هنا الكورنيش. بنادم كيجري كنجيو في الصباح يعني نص ساعه قبل المغرب عاو كنجيو نلعبوا كنعملوا الرياضه تمارين رياضيه هنايا، ومن تحت عاو الرياض كاين واعر، يعني كاين الاشياء واعره هنا في مرقاله. وشكرا بزاف، وكنشكروا يعني الجميع اللي عدلت هذا الشيء هذا. الحمد لله في الاجواء ديال الرمضانيه يعني تقريبا يوميا قبل الفطور تنجيو تنقوموا بواحد 45 دقيقة حتى 40 دقيقة ديال الجري تقريبا، وهي مفيدة للصحة خصوصا في تنعرفوا في الأيام ديال رمضان، يعني تكون المائدة المغربية كتكون متنوعة، المائدة المغربية يعني كتكون متنوعة، لذلك يعني مفيد يعني الممارسة الرياضة في شهر رمضان خصوصا اللي بغى ينقص الوزن. اللي بغى ينقص الوزن أنا صراحة ننصحه أنه يستغل شهر رمضان الممارسة الرياضة، ورمضان مبارك سعيد. السلام عليكم. حنا في شهر الصيام كنجيو هنايا قبل المغرب ديك الساعه كنجريو شي حاجه، فهمتي؟ ديفو المو كنهضروا كنتهاودوا كنقربوا المغرب شي حاجه، صافي هادشي اللي كاين. صافي. السلام عليكم. رمضان كريم. حنايا كنجيو كل قبل المغرب ساعه قبل المغرب كنجيو كنديروا التسخينات ديالنا، كنديروا الرياضه، حيت في رمضان كنحبسوا لاصال بحكم انه كيكونوا التراويح وما كيبقاش عندنا الوقت لونطريمون، دونك كنستغلوا هاد الساعه قبل المغرب كنجيو كنترينيو فيها، كنسخنوا على الاقل واحد 45 دقيقه ديال الجرى
نعوضوا شويه هذاك الشيء اللي كنستهلكوه في رمضان، بحكم انه كان كيكونوا بزاف ديال الشهيوات وكيف ما كتعرفوا صحيا انه الرياضه والجري بشكل عام ممتاز للصحه سيرتو في رمضان، هكا باش ما نخرجوش في الشهر الكريم بواحد الكرش بحال هذه.